47 43 42 45 42 نجيبها يا برا حلوة عندك الميكرو يسول انا بدو اخر الحيله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سفيان سويد رئيس جمعية سويد للثقافة والفن. الإخوان الله يجازيكم بخير، بغينا نشوفوا شي مسؤول، شي مسؤول على لا ليديك ولا مسؤول على مجلس المدينة ولا ها انتوما شوفوا هذه الحالة اللي كيعيش فيها المواطن المغربي. شو هذه الحالة؟ شوف ما قداتناش الشتا، فرقع القادوس، زيد عليه العمود ديال الضوء، واحد شويه كنشوفوا واحد الكارثه غادا توقع، لانه اللي دار رجليه في هذا الماء هذا غادي يضربوا الضوء، وغادي يولي عندنا هنا، غتولي عندنا الجنائز هنا. الله يجازيكم بخير. اللي مسؤول على هذا الشيء راه من الصباح حنا كنعيطوا لا ليديك، ما جاوش. عيطنا الناس ديال الصحافه، الله يجازيهم بخير، جريده صوت العداله، ها هما جاو قبل من ليديك. ها هو اللي ديك وباقي لا اذان صاغيه كتستمع لينا. الله يجازيكم بخير. ها انتم كتشوفوا راه المغرب غادي في الهاويه. عيطوا لهم شحال من مره؟ عيطنا لهم مره، ما جوج، ما ثلاثه، ما اربعه، وباقي كنعيطوا لهم لدابا، وباقي الان ما جاوش. لحد الان باقي ما جاوش. زيد على هذا الشيء، زيد عليهم هذه الزباله اللي كاينه هنا في هذا الشارع طار العلاوي. راه ما بقاش شارع طار العلاوي، هذا راه ولات بزباله هذه. الله يجازيكم بخير. لكنتو كتسمعونا وكنتو كتشوفوا فينا، ها انتوما شوفوا الفيضان هذا، راه ماشي الفيضان ديال الشتا، هذا القادوس الفرقع، ما نقي، ما ديال الشريب، ما صالح للشرب، ها هو مفرقع. ها انتوما حنا عيطنا لهم شي 16 مره، حنا تنعيطوا اللي بغينا، واخا هما جايين، هما جايين، باقي ما جاوش. تيجاوبوك كاع، تيجاوبو ما تيقول لك احنا جايين، تيجاوبو ما تيجاوبو، هما كيقول لك احنا جايين. وهذا القادوس منين متى هو فرقع؟ الصباح ولا من البارح؟ واخا من البارح. شكرا اخي.